يا هلا ويا مرحبا فيكم حياكم الله اعزائي المشاهدين ارحب بكم مجددا في برنامجكم برنامج وسم حياكم الله وحديثي الذي اجد فيه السعاده والارتياح واحس بشعور في الحقيقه اخوي واحس بانني في ايدي امينه حينما اكون مع اخوي مطلق حياك الله اخوي بمطلق الله يا هلا ويا مرحبا فيك الله حياك الله اليوم انت عندك موضوع كذي استثنائي ودك تطرحه أينا. فودي اني ما اتكلم عنه ودي انت تعرفنا فيه <applause> الله يعزك. وتبين لنا الغرض اللي لاجله انت حبيت انك تفرد هذه نعم. هذا الموضوع بهذه الحلقه الله يعزك يا ابو عبد الله عم. بارك الله فيك وحنا ابو عبد الله يمكن تكلمنا في عده حلقات اي نعم والحمد لله الحمد لله انك في كلمه يمكن دائما ارددها انا وانت كذلك ترددها معاي الحمد لله جاءت يعني باسلوب عفوي وباسلوب يعني بسيط جدا ان دائما يمكن تسمع مني يا ابو عبد الله بكثره دائما اقول حنا ترى نتكلم امامكم وانتم افهم منا واحسن منا واعلم منا ولكن الذكرى تنفع المؤمنين دائما نعلق على الجزئيه هذه نعم صحيح فحنا وجودنا يا ابو عبد الله في هذا البرنامج لا يعني ان حنا افضل من غيرنا اكيد لا ولا يعني ان حنا افهم من غيرنا ولا يعني ان حنا عندنا سعه افق اكثر من غيرنا وانا قلت هالكلمه هذه ان من يشاهدنا الكثير صراحه اللي افهم منه واحسن منه واعرف منه لكن احنا نذكر الذكرى تنفع المؤمنين زائد ان بعد احنا بشر يعني نفيد ونستفيد اكيد لا شك اي نعم فانا نقل لي يعني من احد الاخوه المحبين عن تعليق مم لاحد المتابعين او لاحد المشاهدين او عاد شخص شافنا بالصدفه مم في برامج التواصل الاجتماعي وعلق على حلقه من الحلقات اللي انا تكلمت عنها وانا يعني ابعث لها يعني كل رسائل الود والمحبه مع اني انا ما اعرف حتى اسمه ولا اعرف عنه اي شيء لكن اتمنى انه يشوف الحلقه هذه اي نعم نحييه ونقدره وبالعكس انا فرحت في انتقاده اللي للامانه كان يعني في غير محله لكنه يمكن في شر التباس عنده ولكن انا سعيد في انتقاده لان انتقاده اكيد جاء بناء على متابعه اها آه فيكفي متابعته هذه صحيح انا اعتبرها وسام شرف مم ويمكن يا ابو عبد الله قلنا انا وياك مرارا وتكرارا ان احنا صدورنا رحبه لاي انتقاد او توجيه او حتى اقتراح مواضيع الله الله احنا ترانا بعد على قولتهم يعني اسمع مثل قبل يقولونه هنا يقولون ايه؟ يقول انا ماني شمس يعني ماني شمس شارقه انا ماني شمس شارقه بشوف كل شيء قدامي ايه والقلب ما هو كتاب اي نعم فالواحد احيانا تفوته مواضيع يمكن مهمه اكيد او تفوته مواضيع يمكن لابد ان نتكلم فيها صحيح لكن بجهود من يتابعنا ويرانا في بعض البرامج التواصل الاجتماعي او حتى في البرامج اللي يعرض فيها برنامجنا نشكرهم كل الشكر صراحه اللي يوجهوننا او يعلمونا او كذا بالعكس احنا ان شاء الله ما فينا ان شاء الله كبر ولا غرور يعني. الحمد لله. فكان التعليق م. على احد الحلقات من هذا الشخص اللي نوده ونقدره وان كنا ما عرفناه يقول يا ابو مطلق انا اختلف معاك بجزئيه م. انت تكلمت في احد الحلقات وقلت انه يعني احنا فقدنا اسلوب جميل كان في دواويننا اول م. شنو الاسلوب هذا؟ انه اللي يتكلم واحد واللي يسمعون المتبقي فش يقول هو يقول انا اختلف معاك في الجزئيه وين يختلف معايا ابو عبد الله يقول هذا اسلوب خطا شلون واحد يتكلم والناس كلها تسمع طيب يعني الناس مو من حقها تسولف يعني بس واحد يتكلم والناس قاعد تسمع فانا ما قصدت هذا الكلام آه. اي انا ما قصدت هذا الكلام بدليل اذا هو يتابعنا احنا قبل يمكن ايام قليله سوينا حلقه وانت تذكرها يا ابو عبد الله تكلمت فيها انا طال عمرك عن الاداب المجلس وعن كذا فقلت اصلا من الخطا او مثل حتى تكلمنا عنه قلت السالفه اللي طالت اسمجت أيوة تذكر تكلمنا عنه, عنه فقلت ان الانسان لو ملك من سحر البيان ومن الفصاحه ومن البلاغه ومن من اعذب واجمل المفردات والمصطلحات يقينا راح تمل منه فالانسان ما يجي في الدواوين يلقي خطبة جمعة أي نعم يعتقد أن أنت في خطبة جمعة الناس تسمعك وأنت خطيب لا أنت تعطي مجال غيرك لكن أنا قصدي من هالجزئية هذه أبو عبد الله قصدي انه لما الانسان يتكلم مم اللي يفترض الناس تسمع. الله هذا قصدي، الله انا مو قصدي أن واحد يجي يمسك المايك مثل ما يقولون ايه نعم وينطلق طال عمرك وما يخلي احد يتكلم ويقعد لين لين تقفل الديوانيه، لا قصدي اذا تكلم الواحد مم الناس تسمع. اي نعم مو قصدي ان الواحد يتكلم والناس كلها تسمع، مم لا يعني اذا تكلم في حال تكلم وما يطيل طبعا يفترض ان الموجودين يسمعون. اي نعم صحيح. احنا ابو عبد الله ترى لما تكلمنا حتى على الجزئيه هذه اليوم بدينا نفتقدها اليوم المجالس يعني الله المستعان وان شاء الله ما كثيره يعني بس مم البعض منها تجد طال عمرك ان الاحاديث كلها جانبيه مم يعني حتى ما يصير في اثراء أيه للابناء يعني انت ممكن تاخذ ولدك ولا تاخذ واحد من اخوانك الصغار ولا كذا تبي يعني مم مم فشون يستفيد فشلون يستفيد اذا ابو عبد الله مطلق قاعدين جنب بعض يسولفون سوالف خاصه أيه وزيد وعبيد يسولفون مع بعض أيوة والناس اللي هناك كل واحد قاعد يسولف مع اللي جنبه أيه نعم بينهم مركب يسولفون حنا نبي الاسلوب القديم أن مم واحد يتكلم على مسمع الجميع على مرأة من الجميع آه حتى تعمل فائدة صحيح لكن مو معنى هذا أن بعد هذا الشخص يتكلم وما يسمح بأحد يعلق أي نعم أو ما يسمح بأحد إنه يعني يجيب سوالف مقاربة له لا حنا نبي الكل يسولف نعم نعم أحسنت أخوي ممتلك نقف عند هذا الحد ونتابع معك إن شاء الله لكن بعد الفاصل هلا ويا يا مرحبا فيكم حياكم الله اعزائي المشاهدين. نتابع الحديث مع اخوي ابو مطلق في هذا الاستدراك اللي ورد له وجزاه الله خير قاعد يعني يوضح مقصده من يعني هذه هذا المثل وهو اذا طالت السالفه اسمجت نعم صح وهذا يمكن احد المواقف يعني انا ما ودي اني اخذ من وقتك لكن كل الوقت لك يا الله يرضى عليك، هذا احد الاشياء اللي انت تكلمت عنه تمر في حياتنا ان احنا نشوف ناس في دواوين ولا في منتديات عامه ولا انت طالع من من شغل وغرض ومتجه عندك اشغال واحد يوقفك ويسولف معك ويدخل من سالفه الى سالفه ويسال عن كذا وكذا وانت وراك اشغال صح فالطول سالفه احيانا واحيانا حتى في المجالس واحد يستاثر بالحديث يعني هذه احدى احدى المشاكل الاجتماعيه اللي بعض الناس يحتاجون بس تعيير يعير السالفه ضبط ضبط السالفه ليقدر ان في ناس ثانيين موجودين في المجلس وكل واحد منهم وده انه يسولف عنده تعقيب عنده تعليق اصلا ما تحلو المجالس والدواوين الا بهذه المداخلات وكل من يدلي بدلوه اما ان واحد يستاثر بالحديث فهذه احدى المشاكل صراحه المشاكل الاجتماعيه اللي او العيوب اللي موجوده عند بعض الناس فانا اتفق معك في هذه الجزئيه. اي أيه نعم ابو عبد الله وانا اقول لك يعني المتابع جزاه الله خير أيه؟ اذا هو فعلا كان متابعنا والله ما اعرفه لكنه لما دقق على الجزئيه هذه هو جزاه الله خير يعني بيثرينا وبيفيدنا يعني اكيد وحنا مو ضد اي انتقاد لكنه يمكننا فهم يعني الحلقه غلط أيه نعم لما قلنا ان الواحد لما يتكلم لازم الاخرين يسمعونه هو في اعتقاد ان قصدي أنه واحد يتكلم يلغي الاخرين آه لا احنا قصدي اذا الواحد تكلم اي نعم يفترض ان الكل يسمع صحيح يعني مو معقوله واحد يتكلم وناس قاعد تسولف اي صحيح يعني حتى هذه حتى ما فيها من الذوق ولا فيها من الادب واليوم ابو عبد الله احنا يعني ما ودنا نكسر الكلام عن هذه الجزئيه او عن الدواوين اللي يمكن تكلمنا فيها عده مرات لكن فعلا الدواوين اليوم يعني ما نبي نبالغ يعني لكن ان شاء الله انها قليله بدأت تفتقد ضوابطها وانت قلت كلمه حلوه يعني هي محتاجه عيارات ايوه, أيوة يعني فعلا يعني بعض الناس تتكلم ما يسكت مم وبعض الناس بعد يمكن العكس ترى يمكن يجي بعد ما يشارك بالحديث مم يعني صمت مطبق صحيح لا احنا بعد هو من الادب الصمت لكن أيوة ترى حلوه المشاركه مم يعني حتى لو حتى لو ابتسامه يعني او حتى لو بتايد الرأي أيوة معين أيوة أيوة او اختلاف ما يمنع إذا كان يعني احنا مع الاختلاف وليس 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 مع الخلاف. نعم. إيه بالعكس الاختلاف بالراي جميل. صحيح. وبالعكس يمكن انك انت حتى تخليه تزيد ثقافته. آه كذلك ابو عبد الله يعني نجد في بعض الدواوين يعني دام انه في هالجزئيه وتصحيح هالمفهوم وان شاء الله من الشخص اللي وجهنا لنا هالانتقاد الجميل الذرب اللي انا سعدت فيه صراحه وفرحت فيه ان شاء الله نسمع الحلقه هذه. إيه اي نعم. احنا آه بعد ابو عبد الله لو بنتكلم حتى عن الدواوين مثلا اصبحنا نفتقد جزئية مهمة جدا آه ويمكن الكثير يأن منها اليوم ويتألم منها اللي هي طال عمرك المصارحة طبعا المصارحة الغير جارحة أي نعم مو مصارحة فيها أذى فيها استخفاف بالناس أو احتقار للناس يعني أحيانا تجد في سلوك معين في الديوانية يصير غلط مثلا فتجد ما حد يلومه هذه ترى مشكلة وبنفس الوقت إذا أحد تجرأ ولامه بأدب وباحترام وقال له يا أبو فلان ترى سلوكك هذا غلط تجد من يدافع عنه. هذه مشكله كبيره. اي نعم. يعني نعم انا اذكر موقف حصل قدامي، مم مره واحد في عشاء رسمي مم قام واخذ عياله معاه الصغار، قلطهم على الصحن، مم وطبعا احنا عندنا من عاداتنا ان القلطة الاولى لكبار السن والناس نعم الضيوف والناس اللي لهم يعني اهميه. فاخذ عياله معاه اعمارهم يمكن سبع وست سنين وثمان سنين فحاسوا الناس حوس. مم تعرف الصغير ترى جاهل ما عليه شرع، على الكبير اللي قاعد معاه. يكب اللبن، يكب المرقه، يعبث باللحم، يعبث العيش. فنطق واحد من الموجودين فقال يا ابو فلان ترى غلط انك تقلط عيال كسار مع الناس الكبار. فهذا الشخص تجرا بادب طبعا فتصدق قاموا الموجودين كلهم ضد هذا الشخص، قالوا انت شخص حاد وغلط اللي قاعد تقوله والدنيا تغيرت والحياه الحين مرنه وسهله. فاحنا نجد هالمشكله احيانا ان الانسان إن بعد لما ينتقد انتقاد محترم يجد الناس ما توقف وياه، توقف آه عكسه. بالعكس هذا المفروض أيده كلمته صح. على الاقل على الاقل بالسكوت. مو تصير ضده بالعكس يعني هذا قال كلام طيب المفروض نعيده أيه. ونوافقه عليه يعني أيه نعم الله يفتح عليك اخوي ابو مطلق يعني اول شيء موضوع اجتماعي جميل ان احنا آه نتكلم عنه ونتداول الحديث بيني وبينك آه فيه ونتحاور فيه يعني اقصد وايضا انا ايدك يعني انا في البدايه ايدتك على موضوع ان الواحد يستاثر بالحديث على مم. فهم الاخ لا اللي اللي استدرك الله خير يعني شارك معنا احنا نتمنى لجميع المشاهدين اي والله يشاركون معنا بارائهم وافكارهم ومداخلاتهم وملاحظاتهم يعني ايه والله ابداء الافكار وايضا اذا كان عندهم مقترحات على الموضوعات اللي احنا نطرحها عندهم موضوعات اخرى هم هذا راح يثرينا بشكل كبير جدا يعني وانا ايدك ايضا على النقطه الثانيه وهو ان اذا واحد تكلم المفروض ان عاد البقيه يسمعون له ويناقشونه يتفاعلون معه فهذا ايضا يعني من الاشياء اللي تجعل الدواوين مكان جميل نقعد فيه ونسعد فيه اشكرك اخوي مطلق على هذا الموضوع ان شاء الله نتمم حديثنا معك في حلقات لاحقه والسلام عليكم ورحمه الله